كل من ينتمي للنادي الاهلي فخور النهارده، سعيد جدا لان حلم كبير في ظروف صعبه في ظروف استثنائيه. بنوجه الشكر لمجلس الاداره الاداره التنفيذيه عشان نشوف القيمه الكبيره جدا مشروع القرن، استاد النادي الاهلي، متحف ومستشفى وامور عديده جدا. كابتن محسن بقيمتك الفنيه الكبيره جدا حابب تقول النهارده على اليوم العظيم. يعني احب اشكر مجلس اداره النادي الاهلي على هذه الانجازات اللي هي مفخره لكلنا للاهلاويه وللشعب المصري ان يكون عندنا انجازات بيقودها النادي الاهلي. جرت العاده انه الدوله اللي بتبني، ده استاد الدوله في الاسكندريه، ده استاد الدوله بورسعيد، ده استاد الدوله. يعني حان الوقت لرفع العبء عن الدوله وانه الانديه تستغل اسمها بشكل تجاري صح، بحيث انها يعني تعمل تطوير في البنية التحتية وفي الإنشاءات بالنسبة للاستادات والملاعب، وفي نفس الوقت بتعمل استثمار كويس بالنسبة للنادي يعوله في المرحلة القادمة اللي هي أكثر تطور من اللي احنا فيه. احنا يعني داخلين، احنا محترفين دلوقتي، احنا داخلين على عالم الاحتراف اللي هو يعتبر يعني أوروبي، لأنه النادي الأهلي يعني ما عادش وصوله لكأس الأندية، كأس العالم للأندية حدث الناس تتكلم عنه، بدليل تأهل النادي كل مرة في هذه البطولة. يبقى التطوير يحصل في أنك أنت بدل ما بتسعى للوصول والمشاركة بتسعى إلى تحقيق الأرقام، تحقيق البطولات، تحقيق الميداليات. دي مش هتتم إلا بزيادة الدخل. زيادة الدخل بيجي عن طريق الإنجازات اللي بتدي لك استثمارات، وبالتالي ده نتيجة هذه الإنجازات. النادي الأهلي نجح في أنه هو هيبدأ يبني الاستاد باسم النادي الأهلي في كل ما يتمناه المشجع أو عضو مجلس إدارة أو عضو في النادي، أي إنسان مرتبط بالنادي، وكذلك بالنسبة للدولة، لأن الإنجازات والمنشآت مش بس بيستفيد بها النادي، الدولة بتستفيد فيها في المحافل، في البطولات، في المناسبات المختلفة. أتمنى إن شاء الله من إدارة النادي الأهلي إنها تظهر هذا الصرح كأفضل ما يكون. إحنا عايزين نوصل لما وصل إليه الآخرون، الآخرون دول أوروبا. إحنا عايزين يعني نبقى من هنا نبدأ مش من آخر، عايزين نبدأ من هنا التطوير اللي جاي يبقى على المستوى الأوروبي القادم وليس فيما مضى. إن شاء الله المشروع يتم في المواعيد المقررة وبالشكل المأمول ويواكبه تطوير في المستوى الفني. دي بقى نقطة تانية تخضع للجنة التخطيط وتخضع لمجلس الإدارة وتخضع للجهاز الفني في عملية إحلال وتجديد والتعاقد مع عناصر تساوي وتضاهي المستوى الأوروبي. إذا أردنا أن احنا نقول احنا لا، احنا بقى تعبنا من المركز الثالث، بقى عايزين الثاني، عايزين الأول، يبقى لابد أن احنا نبدأ ندعم الفريق بتاعنا بعناصر قادرة على أنها تقود الفريق إلى المنصة، إلى البطولة، إلى النهائي إن شاء الله. أشكر مرة تانية مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وزملائه على هذا الجهد وعلى هذا النجاح، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات في المرحلة القادمة بإذن الله.